منتابع مشاهدينا فقراتنا باستقبل المعالج النفسي دانيا دبيبو من استوديو هالمرة. أهلا وسهلا دانيا، كيف حلو. كانت باليز؟ كثير حلو واحد هيك يرتاح تغيير يغير يعني يشحن حاله هيك بطاقة. أيوة. شحنت برد كثير كمان. برد كان صح؟ كثير. دانيا اليوم عم نحكي عن موضوع العلاقات السامة أو الأشخاص السامين يلي بنسميهم بيكونوا بحياتنا شئنا أم أبينا. أوقات يعني فينا نرفض، أوقات ما بنقدر نرفض لأنه هالأشخاص هن موجودين. أول شيء خلينا نعرف شو يعني علاقة سامة. بتعرفي السم أنت إذا بتشربيه خلص، يعني هو بيقولوا لك سم دغري مفعوله، بس بالعلاقات هيدا سم بطيء، يعني مثل الشيء مثل كيف كأنه بتعرفي الصخرة أنت إذا بتتركي عليها نقطة مي عم تنزل مع الوقت طبعاً بتتجوّر هالصخرة. فهون بنسميهم سامين لأنه بيموتوكي على البطيء، بتحسي حالك تلفاني ومنك سعيدة. نحن العلاقات بحياتنا بتقوينا وبتدعمنا، وخاصة إذا كانت بعلاقة عاطفية هيدي كتير إنه لازم كتير تنهض فيك العلاقة وتقويك. بس للأسف مرات منشوف إنه هالعلاقة عم بتقشتك، عم بتنزلك، عم تعملك إرهاق نفسي جسدي عاطفي. وهيدي ما بس بالعلاقات الرومانطية، مرات بين الأصحاب بتكون صحيح. بالشغل بتكون سو بتتنوع. وإذا حدا نوعه حساس، إذا حدا أوريدي معه اكتئاب، معه مشاكل قلق، معه كذا، هيدا بيتأثر كتير بعد أكتر من غيره. وهالشخص السام اللي بيكون بحياتك بيكون عنده طباع معينة اللي عن جد بتأذيكي. يعني في ناس بيكونوا كتير متطلبين، متسلطين، مؤذيين بالحكي، بيعندهم تعنيف لفظي جسدي كذا، هولي كلهم انه بيضعفوا للواحد، بتحسي حالك لا ما قادرة انا صح. عن جد مش انا. واحد بيصير يعني يحس حاله مع الوقت انه بيطلع منه كمان ردات فعل مش مزبوط. هو بيطلع الأسوأ من عندك، انت بيصير عندك ردات فعل، ومرات ما بتكون ردات فعل برانية بالظاهر صح. بس لا بتصيري بتنعزلي وبتتقوقعي وبتتضايقي، بتحسي حياتك خلص سم يعني كلها. وهون بتتسائلي انه يا ترى انا بعلاقة منيحة ولا ما منيحة؟ ذنبي مرات كتير صحيح. في ناس بيفكروا حالهم هني غلط، بياخدهم وقت كتير ليعرفوا انه لا هو هيدا الشخص سام، والعيشة معه او التواصل معه كتير بيأذيني فعلا. إيه؟ دانيا أصعب شيء وقتها بيكون هو شريك الحياة. أي مزبوط. لأنه بالعلاقات مثلا تنقول الصداقة فيك تبعدي عن صديق، فيك إذا اكتشفتي بتكمل حياتك بلاه، بس إذا كان شخص مقرب وعايشي معه بالبيت قدي كمان هيدا الشيء صعب. هيدي كتير بتضايق، مثل ما قلتي يعني أنه ما بسهولة بتقدري تطلعي منه شريك الحياة. أو ممكن يكون حدا من أهلك، أختك، خيك صح. اللي عايشي معهم أنت مرات إذا هن سامين وفي نكت كل الوقت وفي دراما كل الوقت، هون التساؤل انه طيب شو بعمل. الواحد بصير ممكن يخفف احتكاك، بس ما هو مرات بيكون اخذ زاوية الواحد بيجوع. سو هون مرات كتير بنصير عنا عنا معاناة. منجيب كباية مي بهالوقت وبتسعد دانيا على راحتها من دون بريك. هيدا على العلاقات السامة عم نحكي. على العلاقات السامة. لكن بدي أقول لك يا دانيا، يعني هيدا الشخص ياريت بنقدر نحدد مثلا هو شو بيكون بو، يعني هل هو قاصد أن يكون شخص سام؟ هل هو خلقان هيك؟ هل عنده عقد نفسي أو اضطرابات نفسية؟ يعني شو معقول يكون؟ في منهم ما بيعرفوا أنه هن هيك. سو بيقولوا الأبحاث شافت أنه هولي أشخاص عندهم تروما بحياتهم قبل، يعني بطفولتهم يمكن صاير معهم كتير شغلات اللي تأذوا. سو هيدا كله عم يطلع. فيكي تفوتين لماي لو سمحتي؟ إيه. سو ممكن يكون هن عندهم مشاكل نفسية اللي عم بيعكسوها على غيرهم. سو هون بدنا نصير ننبه الشخص انه ما تاخد الحق عليك، تفضلي يكون الحق منهم. ثانك يو يا ثانك يو. هيدي الشردوقة صح. سو هيدي كثير مهمة وبيستدركوها الأشخاص كثير بعدين انه لا
هو اللي في شيء غلط مش انا. صح. سو هن هول الاشخاص السامين يعني مثل ما قلنا مرات بيكونوا هن عندهم حب هيدا السيطره فبيصيروا بيعكسوها عليك، مثل النرجسي مثلا. النرجسي مش بس بده يسيطر عليك، بيتلاعب فيك وبيصير كثير بينتقدك، يعني بحسسك دائما انك انت ما منيحه. سو هون بيعكس الاشياء يعني من اشاراتها، انت لما تحسي حالك عم تتعبي مع هالشخص، عم بتحسي حالك تلفانه انت وقاعده معه، عم بتصيري تغضبي وعم تتوتري وعم تكتئبي وبتصيري بتشيلي هم، يعني انه اذا هو منه بالبيت وبتقف هلا بده يجي تخيل الله، يعني بتصيري موتره وعلى اعصابك انت ومعه. سو هيدي كلها يعني انه شو هالعيشه اللي بدك تكوني انت ما قادره تكوني على طبيعتك. مرات بتصيري بتحاولي بسمع كتير بيقولوا لي يعني حاولت المستحيل مش عم بيرضى. صحيح. عم بيضل ينقص لي في شيء دراما لازم يكون، فبينهش لك كتير من صحتك النفسية وخلص، يعني بتصيري عايشة زعلانة معه ومع حالك. في ناس كتير بتصير خلص بتفقد ثقتها بحالها وبتتخانق مع حالها، بتستسلم، بتحس حالها أنه هي المذنبة، بركي هي ما عم تفهم هالشخص، بركي ما عم تعرف تتعاطى معه، وبتلاقي وقت يعني حتى تكتشف يعني أنه هيدا شخص سام لا يتغير. هل يتغير هالشخص؟ والله في منهم ما بيتغير، وهيدا اللي مرات يعني بده الواحد يكون عنده إدراك. يعني إذا معك أنت بالبيت حدا كتير مرات بيصير بيخلق عندك ردات فعل، أنت بتصيري بدك عم بيهاجمك، بدك تهاجميه، بيطلع فيك كمان طبعاً أسوأ ما عندك من ردات فعل. أنت لحتى بدك تدافع عن حالك، أنت بتفكري حالك مرات أنت كمان عم بتصيري سامي أنه طيب ليه عم بعمل أنا هالردات الفعل. صحيح. أنت بتكوني بوحدة هادية ورايقة وهيك، بس هو بيستفزك لأنه عم بيستنز في كل الوقت. فهاي مرات ايه بتحسي انه عم بتحاولي وما عم تقدري، هون بدك خلص مرات انه تكتفي بس بانك تحطي حدود على انه ما كثير يتخطاها ويضل عم بيأذيكي. وهون منقول مرات للاشخاص اللي عم يعنفوا لفظيا جسديا عاطفيا، انه يعني انتم بدكم تحموا حالكم، اهم شيء تكونوا عم تحموا حالكم من الضرر، لان يمكن ما انتم بايدكم حتقدروا تغيروه لهذا الشخص. مرات كثير حتى بيجوا لعنا نحن بنلاقي صعوبه عندهم، لان في طباع، في كثير اشياء عميقه عندهم اللي عم بتديرهم ويصيروا سامين بهالشكل. فما اي حدا حيقدر يغيره فينا، بس نحمي حالنا نحن وما نخلي هالتعنيف هالإساءة تضل، ونجرب قد ما فينا نحط حدود. رح أحكي شوي عن الحدود قديه كمان صعبة وقتها بيكون هالشخص نفسه هو شريك حياة أو موجود بالبيت. بس قديه بتسمعي كمان دانيا أو بيجوا لعندكم أشخاص يعني هن بيصيروا يعالجوا نفسهم مع انه مش هن المشكله، ليقدروا يتعاطوا مع هالحاله؟ يعني اوقات كثير يعني بيقول البسيكولوج لحدا اذا هو ما قبل يتعالج او يجي يشوف شبوه، انا بدي ساعدك تتعايش مع هالامر. قد ايه بتزبط هالامور؟ والله شوفي يعني هولي بيقولوا لك انا عم بعمل علاج نفسي لأتعلم اتعامل مع ناس بدهم علاج نفسي بس ما عم بيروحوا. وفعلا هولي لما بيجوا لعنا وبنكتشف انه في انماط بالتعامل اللي منا صحيه وعم بتكون سامه، هون بنعلمهم كيف يحطوا الحدود، وبنصير بنشوف بنتبع معهم كيف عم بيتواصلوا معه هالشخص. ما كل شيء بيزبط على كل شخص سام. في اشخاص سامين ما عندهم حب سيطره، ما بيعرفوا انه حب سيطره، بس كثير متطلبين كل الوقت بدي وما بعرف ساوي. هذا اللي اخذ دور الضحيه مرات انه دائما بدي مساعده، بتحسي حالك تلفاني معه. سو هون منصير بناخذ خطوات يعني شوي شوي كيف يحكوا معه هيدا الشخص بحنيه وكيف يقووه يدعموه لياخذ قراراته. مثلا مع الانسان النرجسي هيدا ما فيك تقولي له بوجهه انت نرجسي. صح. هيدا بدك تحلسي له كثير، انت الشاطر، انت اللي بتفهمي عليك ما اسكيك. مثلا بدك تحكي اشياء ايجابيه لحتى تنفخي له الايجو تاعك ليقدر يسمعك بعدين. صح. سو بتبلش
بلشي بتحكيه بشكل إيجابي لتمر الشيء اللي عندك. في الناس اللي بيعنفوا مثلا هو لأنه بيجي لعنا حدا عم بيعنف بالضرب بالكذا، هو اللي بنعمل إجراءات لحمايتهم، يعني منصير عرفتي منقلهم شو يعملوا ليتركوا هيدا المحل اللي عم ينضربوا فيه أو عم يعتدى عليهم جنسيا أو كذا. سو لكل حدا بتصير هيدا المساندة النفسية كتير ضرورية، لأنها كتير بتكون خاصة. كتير مرات بيجربوا إنه هني لوحدهم يعني يمشوا الحال، بس طب ما في مهارات ما بيعرفوها طبعاً. هون بتفيدهم اللجوء لاختصاصي، لاختصاصي يساعدهم. وكتير مهم يكونوا مدعومين بأشخاص اللي بتفهم اللي بتقدر تساعدهم. يعني إذا في كمان تعنيف مادي بيكون ممكن تكون العلاقة سامة ماديا، سو بدك أنت أشخاص تكون عم تدعمك على كذا صعيد لتقدري أنت تواجهي هيدا السم وتطلعي منه. إذا فيك يعني مرات في إذا في كتير في خطر عليك، لا بدك تطلع عند العلاقة حتى لو كنت بالبيت. مرات في أب بيعتدي على بنته مثلا جنسيا، سو هيدي ما فيك يعني انه لا معلش لانه بابا، لا ما بتصير. مرات الاخ بيكون عم يعمل هيك، سو هون في محلات لا لازم انه ينسحب الواحد لانه مش مقبول ابدا. كيف الاجراءات اللي بتنصحوا فيها انه نسحب حالنا من علاقه سامة، تاكدنا انه هالشخص السام الموجود بحياتنا ما بنقدر نتعامل معه؟ هلا شوفي، اذا شخص سام، اذا عم نحكي على شريك، يعني انا ما دغري بقول خلص اطلعي منها، بدنا نشوف شو جربت اول او شو جرب هالشخص. انا بمع اللي انه نجرب نصلح ونجرب انه نجيب هالشخص لحتى يصير يتعاون اكثر معنا. هلا اذا حاولنا مره واثنين وثلاثه وما عم بيمشي الحال وفي اذى كثير نفسي عم بيصير، لا بنصير بنعطيها الخيار. يعني بدنا نشوف حسناته هالشخص، في حسنات طيب بمقابل السيئات بتنحمل، لأن ما في إنسان كامل. بس أنه مرات قد ما بيكون منيح الشخص بكتير شغلات، بس عنده هالهفوات اللي عم بيغلط فيها اللي عم بهيدا، منصير منعلمها الطرق تطنيش أو طرق الرعاية الذاتية، كيف تهتم بحالها، كيف مرات تمرق، كيف مرات تحط حدود بس ما تصعد الموقف. سو في بدنا نجرب من أكثر من طريقة. إذا بعدين لقينا إنه عم نوصل لحيط مسدود منقول لا خلاص لازم تنسحب. نعم صح. رجعت اشتي الشردوة. دانيا أكيد يعني قلتي إنه في محل مثل الانسحاب هو علاج، يعني هو الحل الشافي، بس إذا هود الأشخاص كانوا متعاونين، يعني خلينا نقول تمام. مع إنه إيه تمام إذا تمام متعاونين. يعني لأنه أغلبهم ما بيكونوا عارفين حالهم إنه هن مزبوط. أشخاص سامين، فهو برأيه مثلا إذا كان هو شريك حياة إنه أنا ما بنشي المشكلة عندك، روحي شوفي أنت دايما هيك إيه. المشكلة مش عندي، لأنه ما بيكون مقتنع، عنده كذا اضطراب بيبقى وكل هالاضطرابات تتحول الى شخص مسمى عم بيسمم هالعلاقة. بس اذا كان هالشخص متعاون، يعني هو يمكن ما اعترف بمشكلته بس من جوا اعترف، هل بيقدروا هالاشخاص يتعالجوا؟ والله ممكن اذا اعترف، ما هيدي اوريدي بتكوني وصلتي لنص صحيح. التحسن الاعتراف يعني او هيدا الشيء إيه؟ هو اول خطوه. ايه سو مرات كثير اللي بيصير انه الواحد بده اذا بده يظبط بحاله اللجوء لاختصاصي كثير مهم، ويصير ينشغل على علاقه مع اختصاصي ثاني. ما الكل اللي بيقدروا له، بس انه هيدا الحل الامثل عاده، انه لحتى يقدر هالشريك يتحمل انه صحيح. لانه ما حيتحسن بين ليلة وضحاها، بده يمرق شهر شهرين ثلاثة يمكن أكثر يمكن سنة. سو قد ما يكون هيدا الشخص بده هو يتحسن، إيه هون بتكون النتيجة عم بتصير أسرع. سو لحتى يسرع بالتحسن بده يكون عم يلجأ لاختصاصي اللي يعطيه مهارات، اللي يعطيه إشياء يصير يساويها، ويكون في اتفاق. نحن لما كأخصائية نفسية بنعد حالنا مرات، مثل كيف اذا بتروحي انت عند دايتيشن هيدي اللي بتراقب لك اذا عم تعمل الرجيم مزبوط، بدك تستحي منها تصيري تبطلي تاكلي، لا بدها تزينك على الميزان الجمعة الجاي. سو نفس الشيء اذا انت عم بتروحي عند حدا اخصائي نفسي، اللي بتصيري انت بدك تساوي اشياء وتصيري تشيكي تبرهني له انه إيه انت عم تشتغلي إيه. هيدي اللي بتحطك على السكه مرات بالتحسن. مرات كتير ببلش الواحد بالتغيير وما بينفس، ومنسمعها كتير صح.
انه بلش مشي حاله يومين بعدين وقف انه طيب رجع على طبيعته. ايه سو هون معلش بنقول معلش التغيير منه سهل، هون اللي بيكون المتابعه مع اخصائي نفسي بتساعده اكثر، لان بتخليه ما ينسى انه لا بدنا نكمل، وبيكون في هيدا التسكير. والشريكه بتكوني كمان انه يعني عم ندعمها، عم نقول لها شو تعمل اذا هي عم تشتغل مع حدا تاني. سو بدها جهد ليتغيروا هيك اشخاص سامين، بدها وقت، بس ممكن تزبط ليش لا. كيف بنعرف حالنا اذا نحن اشخاص سامين ومش منتبهين؟ يا عوارض يا لما بتشوفي ردود الفعل مع غيرك بدك تبلشي تنتبه انه عم يا ترى عم تخسري ناس، يا ترى هالناس اللي معك بالبيت عم بتحسيهم مكتئبين، عم بيتقوقعوا، عم بيتجنبوكي. مرات الواحد بده يسال حاله ما اكون انا السام مزبوط؟ انه بنساوي اشياء مرات بدون قصد، بدون قصد صح. ايه فبدنا ننتبه، لانه يعني ما بعرف عايشين الدنيا مره. انا دائما بقول انه يا عمي بسطوا حالكم، بسطوا اللي حواليكم، لان ما حلوه الحياه نعيشها باكتئاب وهم ونكد ودراما. يعني في كثير ناس يا لطيف شو بتحب الدراما، يا عمي حولوها هيدي طاقه الدراما لشيء ثاني احلى، فيكم تضلوا تعيشوا بسلام. يعني ما ضروري النكد كل الوقت. 100%. شكرا دانيال بيبو على هالموضوع الحلو، بشكرك، بنشوفك الاسبوع الجاي على الاراد.